السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية. جيناكم فيديو جديد أتمنى ينال رضاكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك والضغط على لايك، ورأيكم يهمنا اتركوه في قسم التعليقات. تحياتي. قررت الهيئة التطبيعية مقاطعة قناة دجلة بعد استمرار الاستهداف الممنهج لرموز الرياضة العراقية وكرة القدم وعدم التعامل مع أحداث الكروية بمهنية وحيادية والتوجه إلى شخصنة في العديد من المواقف التي كان يتطلب أن يرتفع فيها الصوت الموضوعي والنقد البناء الممزوج بالحس الوطني. والمقاطعة ستشمل عدم إجراء اللقاءات التلفزيونية مع رئيس وأعضاء التطبيعية والعاملين في اللجان بالبرنامج الرياضي التابع لقناة دجلة، وكذلك عدم تغطية الأحداث الكروية التي تقيمها التطبيعية. وتسعى الهيئة التطبيعية إلى أن يسود الوئام المجتمع الرياضي والابتعاد عن المهاترات التي أكلت من جرف الرياضة الكثير. والتطبيعية تدعم الإعلام الحر ذات التوجهات المخلصة والآراء المبنية على تفضيل المصلحة العامة، لأنها ترى أن الإعلام هو الشريك الأساسي لنجاح كرتنا وتطويرها. أفضل مزايا القادة برودة الأعصاب. هذا كان رد يونس محمود على صفحته في الفيسبوك إلى حيدر زكي. ونعود إلى الحدث الأهم والأبرز، ألا هو لقاء منتخبنا الوطني بشقيقه الكويتي يوم 27/1 وعلى ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية، حيث الإجراءات على قدم وساق. شخصيات ستحضر للبصرة وتوجيه دعوات VIP للعديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية الخليجية والعربية. وزير الشباب الرياضة السيد عدنان درجال يوجه الدعوة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، وإلى رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، وإلى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد. كما تم توجيه الدعوات إلى كافة رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم للمجيء إلى البصرة وحضور مباراة منتخب العراق الوطني أمام شقيقه الكويتي. علاوة على ذلك سيتم توجيه دعوة إلى 2 من نجوم كل بلد من بلدان الخليج العربي وعدد من الإعلاميين المعروفين والبارزين في دول الخليج. وما زالت وزارة الشباب والرياضة تنتظر الرد النهائي من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا السيد جياني إنفنتينيو بالحضور إلى بغداد ومن ثم التوجه إلى البصرة. هذا وسيكون أول وفود الحاضرة هو الوفد الإعلامي الكويتي الذي سوف يصل برا إلى البصرة في 25 من الشهر الحالي، وثم سيأتي بعده وفد منتخب الكويتي بطائرة خاصة، وتجري الترتيبات الكاملة لإنجاح مباراة العراق والكويت التي يتوقع لها أن تحظى باهتمام شعبي وإعلامي كبير. هذا وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة بأنها أنجزت سمات دخول لاعبي المنتخب الكويتي وكذلك سمات الوفد الخليجي الذي سيحضر المباراة وتهيئة جميع المستلزمات اللوجستية المتعلقة بالزيارة لإعطاء تصور الاتحادات الخليجية على مدى قدرة العراق على تضييف خليجي 25 في البصرة نهاية العام الحالي من جميع الجوانب، حيث حرصت وزارة الشباب والرياضة على تهيئة جميع المستلزمات اللوجستية المتعلقة بالزيارة التفقدية لممثلي اتحادات الخليج إلى جانب المنتخب الكويتي من أجل نقل صورة إيجابية بأن العراق قادر على أن يضيف الحدث الخليجي الأبرز. ومن جانبه أكد اتحاد كأس الخليج العربي أن بطولة خليجي 25 ستقام في مدينة البصرة في العراق. وبخصوص تحضيرات منتخبنا الوطني مباراة منتخب الكويت، السيد ستروشكا كاتانيتش مدرب منتخب الوطن العراقي يفكر في إضافة اللاعب مهند عبد الرحيم إلى قائمة المنتخب الوطني في ودية الكويت بعد المستوى المميز له في الدوري. اللاعب المحترف صفا هادي يعاود تدريبات مع ناديه كريليو سوفيتوف الروسي ويشارك له بأول مباراة تحضيرية أمام نادي سوبتيستا الصربي. مباراة تحضيرية، تمنياتي بالتوفيق لك يا صفا.
مروان البازي ينتقل إلى أحد فرق الدوري الدرجة الأولى السويدي بعد المستوى المميز الذي قدمه في الموسم المنصرم مع فريق سيلفيا. الإعلان عن اسم النادي سيتم بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل، والنادي سبق له أن تواجد لأكثر مرة في الدوري الممتاز السويدي. مروان سبق له أن مثل منتخب السويد للشباب في تصفيات أمم أوروبا، وأيضا ارتدى فانيلة منتخبنا الأولمبي. إن شاء الله نشوف ويا المنتخب الوطني، وما يطلع واحد 60 خاصر إليه ويقول له أقف عندك أنت ما قبلت تجي منه. كل التوفيق للاعب في مشواره القادم.